السلام عليكم أصدقائنا. اليوم جينا بجولة مسائية قرب بحيرة البجر، أعتقد كل اللي زار أرمينيا يعرفون هذه المنطقة. هذه المنطقة اللي كانت بالصيف عبارة عن بحيرة صغيرة فيها البجعات، اليوم مفرغين بحيرة ومحوليها الى ساحة للتزلج على الجديد. هذا الان اليوم 9/12/2015. وهذا هنا الشارع الشمالي. هذه دار الأوبرا. درجة الحرارة 4 درجة مئوية. هنا تبيع الأرقام اللي صار لهم ساعة يتزلجون، حتى يطلعوا خارج الساحة يدخلون بدالهم ناس جديد. درجة الحرارة هسه 4 درجة مئوية. هذه الاكشاك طبعا هناك بالامام راح نتعرف عليها، اللي ما عنده حذاء هناك اجر الحذاء، ايجار الحذاء اعتقد 1000 درهم لمدة ساعة. نتعرف عليهم. اللي عنده حذاء يلبس الحذاء ماله، اللي ما عنده راح يأجر حذاء. شي هوسه شي بيت شي. اذا هنا يأجرون من الحذاء، الايجار 1000 درهم لمدة ساعة واحدة. اما اللي عنده حذاء يجي فقط هنا يسلم هوية وياخذ 500 درهم.